صور جمالية الديربي. شوف يعني جمهور فريق واحد، جمهور هو اللي رسم اللوحات الفنية الرائعة اللي شاهدناها في هذه المباراة، وشاهدناها في مباراة الماس، وشاهدناها في مباريات كأس العالم الأندية، وشاهدناها في مباريات مختلفة على المستوى القاري والمحلي. أيا كان نوع الخلاف وأيا كان انتماء هذا الفرد أو ذاك الفرد لهذا الفصيل أو ذاك الفصيل، لا يمكن لعصا كانت تحمل راية الرجاء أن تتحول لضرب ابن عاشق للرجاء. ما جاتش. أعطي سيدي ريزيمي. لا ما جاتش. حرام أنه بدأوا بشكل جميل وشكل طيب ثم أن مجرد هزيمة أنهم يوصلوا لهذا الشيء هذا. لا ما أعتقدش النتيجة في الميدان كان لها علاقة، كان خلاف داخل المدرجات. السيكوات يبقوا كبار، يبقوا ملتحمين، لأن الرجاء الوقت اللي كانت كتفوز بطولات وفضل الجماهير ديالها. أكيد. يعني الصورة ما عندي نديروا ايميسيون نسموها شغبنا ماشي بطولتنا. والله كل اسبوع كاين شي حاجه لعصاتنا. وعصاتنا. والله سي فؤاد يعني للاسف 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 للاسف. نتمنى ان تندثر هذه المظاهر، ونتمنى تكون مصالحه قريب اذا كانت بالفعل الاخبار الرائجه على انه بين فاصلين. نتمنى العقلاء ديالهم يجمعوهم، حيث انا اللي بالي في الصوره قاصرين بزاف، هما اللي شاد العصي وكيضربوا. لا حول ولا قوه الا بالله. بيستحوذ على الحلقه.